معانا على الهاتف الأستاذة منار سليم زوجة البطل الشهيد أحمد المنسي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم عليكي وعلى مصر كلها. كل سنة وانت طيبة، عيد سعيد إن شاء الله، وأنا سعيدة طبعا بمداخلتك معانا. خليني أسألك، مش هقولك تأثير المسلسل ولا إحساسك إيه بالنجاح ولا بتخليده لبطولات القائد الشهيد أحمد المنسي، لكن هسألك عن الأطفال، لأن أنا قبل كده اتكلمت قد إيه الأطفال منبهرين بالمسلسل، وقريت رسالة الطفل إسلام عندي هنا في البرنامج، وعرفت إنك استضفتيه في بيتك. هل كان سقف توقعاتك في يوم من الأيام يوصل إنه أحمد المنسي يبقى أيقونة الشباب الأطفال الصغيرين يتمنوا يبقوا زيه؟ لا طبعا، بصراحة كنت أتمنى ده وبحلم بيه، ويمكن هو الله يرحمه نفسه كان بيحلم بيه. يوم ما خد قرار بالشهادة أو يوم ما خد قرار يضحي بروحه، أنا متأكدة إنه عمل كده عشان الأطفال النشء الصغير، مش علشان الجيل الكبير. يعني هو عمل كده أكتر علشان الأطفال الصغيرين اللي هم اللي هيقوموا بمصر أو هينهضوا بمصر مثلا في المستقبل أو بعد 20 سنة. لا، سقف توقعاتي بصراحة، سقف توقعاتي جدا جدا. أنا ما براهنش على الشعب المصري، أنا عارفة جدا جدا إن الشعب المصري وطني جدا، بيحب مصر، بيحب جيش مصر، بيحب يفخر ببلده، يعني بيحب بجد يلاقي حاجة كده تخليه فخور ببلده، يلاقي حاجة يتكلم يقول مصر فيها كذا، مصر عندها كذا، مصر بتعمل كذا. أنا ده متأكدة منه جدا. ويمكن فيلم الممر من كام شهر لما اتعرض عمل برضه ضجه، وخلى برضه الاطفال كانوا مهتمين بيه جدا، والشباب اهم حاجه، مرحله الشباب والمراهقين طبعا دي كلها كانت بشائر خير. ده الشعب المصري كما عهدناه وعرفناه، ده ما فيش نقاش عليه. بس برضه والله بعد كل ده برضه الحاصل في مسلسل اختيار بالذات فعلا برضه توقعاتي. طيب قوليلي الولاد، ولادك وهم بيتفرجوا على المسلسل، مش هسألك بقى السؤال التقليدي احساسهم ايه، لكن هسألك هم في حاجات سمعوها بالحكي، يعني عارفين ان بابا بيروح يحارب الارهاب ويقتل الارهابيين، لكن ما شافوش ده على الطبيعة صعب ازاي وبيتنفذ ازاي، ما شافوهوش هو بيتعامل مع الجنود والضباط وزمايله وعساكره ازاي، تأثير ده عليهم ايه؟ والله انا نفسي عايزه اقول لحضرتك، انا نفسي ما شفتش، كنت بسمع ويمكن حاجات بسيطه جدا، وما تخيلتش ان الموضوع بالضخامه دي وبالصعوبه دي، ما بالك الاطفال الصغيرين، يعني اللي هم لسه مش فاهمين اصلا يعني ايه ارهاب، لسه مش فاهمين يعني ازاي واحد يبقى خريج كليه عسكريه وخريج كليه حربيه وكان مع اصحابه في طبق واحد، وبعد كام سنه فكره بيتحول وبيوجه رصاصه الغدر لصدور اخواته، مش هقول صحابه، ولكن سعداء، اولادي سعداء جدا بالتجربه، وما بيبطلوش يسالوا علشان يفهموا، يعني ادراكهم تحول وتغير تماما فعلا عن اول يوم، فهموا حاجات كتير جدا. حتى علي عندي صغير 5 سنوات اللي هو مش قادر يعبر، بيقول عليهم الناس الوحشين او الناس الرذلين، يعني هو مش عارف ده كفايه يعني انه يبقى موجود في يعني في الوجدان انه دي الناس الوحشين، ده الطفل في سنه ده انجاز يعني. طبعا قولي لي رايك في اداء ساره عادل اللي قامت بدورك، مش هسالك عن رايك في ادائها التمثيلي، لكن شايفه ان فيها من روحك، من سماتك؟ جدا، هي حتى الملامح يمكن والله سبحان الله يخلق مش شبه 40، قريبه مني جدا جدا، انسانه متواضعه وطبيعيه، يعني انسانه هي جميله من جوه، فجميله من بره وطبيعيه مش مصطنعه، ما فيش فيها حاجه مش طبيعيه، هاديه مؤدبه، على الجانب الشخصي كمان انسانه كويسه، فهي فعلا عرفت تأدي الدور كويس وعرفت تقرب مني، كيوت كده ورقيقه، وبعدين هي ما شاء الله عليها برضو ذكيه، فقعدت معايا كتير قبل وهي ممثله شاطره الحقيقه فعلا، يعني جددت الدور بشكل. طب تكلميني بس يعني عن احساسك انت والولاد لما رحتوا افتتاح الكوبري اللي اتسمى باسم الشهيد المنسي في حضرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشفتوا الكوبري اللي بيربط قناة السويس القديمة بالجديدة واسم الشهيد المنسي على الكوبري.
طبعا كان حلم، كان حلم، كان يوم عيد، كان يوم برضو من الايام اللي الاستحاله اللي بتتحفر في الذاكره فعلا، اللي عمرها ما تتنسي. زي بالظبط شعور رب المسلسل، يعني في اي في حاجات كده، احداث بتحصل لك في حياتك بجد بتبقى هي دي اللي انت عايشه عليها طول العمر، هي دي المحطات الفارقه او النقط الفارقه في حياتك. اه طبعا الاولاد كانوا فرحانين جدا، يمكن اللي حضر معايا حمزه طبعا عشان سنه، انما الاولاد صغيرين، بس لا طبعا كان سعيد جدا. انتي شايفه اسم شهيدك بيتحط على كوبري، وكوبري بيصل الشرق بالظبط بالغرب، بيصل سينا، بيوصل للمكان اللي هو كان بيحلم بيه واستشهد فيه، وكان امله ان المكان ده يبقى يرتبط بمصر، فاحنا بنوصل المكان ده بمصر باكثر من طريقه، ومن ضمنها كوبري عليه اسمك. فالله يرحمه طبعا، يعني هو التاريخ طبعا ما بينساش طبعا الشهداء، وهو طبعا. الحمد لله يعني ربنا خلد اسمه. طيب خليني أسألك أخيرا، راضية بشكل قد إيه عن المسلسل وتجسيده لسيرة الشهيد المنسي وعن أمير كرارة وأدائه لشخصية الشهيد المنسي؟ لا 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 ما شاء الله، يعني عايزه اقول لحضرتك 100% مش هتصدقيني، ما شاء الله يعني فاق توقعاتي بجد. انا طبعا ما برضو امير ما شاء الله عليه، يعني من قعدتي معاه قبل المسلسل وانا عارفه انه ممثل شاطر جدا، يعني لا أو أنا نقاش عارفة عليه إنه بجد. خد صور لكل اه التيشيرتس اللي كان جدا جدا بيلبسها المنسي، جدا يعني وتابع كل يعني التفاصيل اللي كان بيعملها في البيت وطريقة كلامه، يعني أنا عارفة إنه ذاكر كويس. جدا، يعني عايزه اقول لحضرتك قعد معايا يوم كامل بيسال في كل حاجه في الدنيا، ادق التفاصيل والله، ادق التفاصيل جوه البيت. طب بيعامل البنت زي الولد تخيلي، طب بيعامل اولاده ازاي، طب بيعامل حمزه ازاي وعليا ازاي وعلي، لا 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 كل التفاصيل اللي، فده كان بينبئ ان هو طبعا عايز يعمل حاجه، يعني ده الشخص اللي عايز ينجح فعلا. كلنا انما عندنا نفس الإحساس بالفخر بهذا العمل اللي يعني هو في النهاية تجسيد لبطولة، فما بال الفخر بالبطولة الحقيقية. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذة منار سليم زوجة الشهيد أحمد المنسي على وجودك معانا، وتحياتنا للأطفال أولاد حضرتك، وكل سنة وأنتي طيبة. وزي ما قلنا هو ده دور الدراما، الدراما اللي بتأثر في الوجدان وبتخلق من الحقائق قصص في وجداننا تعيش ما تتنسيش أبدا.